بعد حصوله على المركز الخامس في التصفيات الأولى، خاض عبد الرحمن الفضل الجولة الثانية من التصفيات والمؤهلة إلى الدور ربع النهائي، وكان أبرز المنافسين السعودي حسين علي رضا الذي حصل على المركز الثاني، فيما جاء ترتيب عبد الرحمن في المركز الرابع. الحمد لله خلصت سباقي الثاني، مركزي الرابع بسباقي الثاني. طبعا وقتي شوي زاد عن أمس بسبب بس قلة التمرين، ما كان فيه معسكر، شاركت يعني تمريني كان قليل ومشارك بدون معسكر يعني، وان شاء الله بحاول اكسر رقمي بالتست الجاي ودعواتكم. اول شيء السلام عليكم، عبد الرحمن اليوم خلص الريس الثاني اللي عنده، وقته نزل شوي على الريس الاول، طبعا هذا شيء عادي لانه نحن رياضتنا رياضه طويله ورياضه صعبه وتبي تمرين كثير وتبي تمرين اقل شيء 6 مرات على 9 مرات في الاسبوع. عبد الرحمن الفتره الاخيره كان يتمرن بس 3 ايام بالاسبوع لانه الحين في الكورونا انتم عارفين وقل التمرين وهذا كل شيء، بس ان شاء الله راح يجهز للريس اللي بعده ان شاء الله. عبد الرحمن الحين ترشح للسيمي فاينل اللي هو سيمي فاينل اي اف، راح يلعب بكره او بعد بكره ان شاء الله، وعلى حسب التصنيف هذا راح يروح الفاينل يا اي فاينل اف. ونقول لكم شجعوا عبد الرحمن، خلوا ثقتكم فيه كثير، عادي راهو الرقم تاعه نزل اليوم بس رتبته كانت رابعه، يستناكم، يستنى التشجيع من الكويت ومن اهله. بعد فقدانه امل المنافسه على الميداليات الثلاث، يستعد عبد الرحمن الفضل للدور نصف النهائي والذي سوف يكون على نظام القرعه الذي اجريت بعد السباق مباشره والتي اسفرت عن وقوعه مع منافسات الغد. بعد حصوله على المركز الرابع في التصفيات الثانية، ينتظر عبد الرحمن الفضل منافسات نصف النهائي للتصنيف E والتي تخضع فقط لتعديل التصنيف العالمي. للتلفزيون دولة الكويت، عبد الرحمن السيف، طوكيو.